نغم جميل بصوت جوهرة تلمسان الشاب أنور نهديوها لكل الأمة الإسلامية، لكل متابعينا، كل من يختار قناتنا الشروق لعمر برنامجنا الصباحي. صباح شروق، تحية خاصة إلى النسرين المتفاعلة والمتواصلة معنا من خلال صفحتنا على الانستغرام لتقول لي: سلام أخي لطفي، أنا مصابة بمرض السرطان، ادعوا لي بالشفاء، إن شاء الله يا رب يشفيك ويشفي كل مرضانا بالمستشفيات، عافانا الله وإياكم جميعا إن شاء الله يا رب، ندعو بالشفاء العاجل لكل المرضى. تقدم تحياتها لكل عائلة مختاري في الناصرية بولاية بومرداس. يا أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بكل سكان منطقة بومرداس وكل ربوع هذا الوطن الحبيب. تحية خاصة نخصها إلى كل الجالية متواجدة في المهجر اللي تابع قناتنا شروق العمر. أكيد، مباشرة لطفي نبدأ الفقرة الرياضية مع محمد صاحب باش دير رياضة. أنا والله نقول لكم أنا بديت ندير رياضة، بديت نمارس، سي بور سا راني بديت ننقص شوية لطفي. وراني قوشي دير هكا قريبت في الكيمانة، زدت شوية أنا بديت كاع التمارين اللي يديرهم الكوتش منير راني نعاودهم. دونك مرحبا بك، صباح الخير كوتش منير. صباح الخير منير، يا اهلا وسهلا. مازال تتواصل بك معايا، تلتحق مش تواصل، تلتحق معايا مع في الجروب. كل عام وانت بخير، سنه هجريه سعيده ان شاء الله يا رب لنا وليكم ولجميع الامه الاسلاميه. اليوم بلا ما نطولوا، عندنا الفقره تاعنا واش راح نديروا فيها؟ راح نديروا فيها رونفورسمون ميسكولار جينيرال، يعني راح نخدموا جينيرالمون كاع لي جروب ميسكولار. عندنا راح نخدموا نسحقوا اليوم ديزالتير، انا عندي ديزالتير لهنايا، وانتم في الدار الى عندكم ديزالتير سي بيان، ما عندكمش ديزالتير تقدروا تستعملوا زوج قرعمه، يعني باش ما يكونوش اعداد زوج قرعمات تقدروا تخدموا بهم وديروا كاع واش راح نديروا بهم اليوم. بلا ما نطولوا كيف ما قلنا، راح نبداو نشوف تاعنا وندخلوا مباشره في الفقره تاع اليوم. تفضل. بسم الله نبداو نشوف تاعنا مارش سور بلاس لهنايا، ناكتيفي لي برا ديالي، نديروا شويه تسخينات تاع العضلات اللي حين نخدموهم، نزيدوا شويه المفاصل تاعنا باش ما يكونوش فيه اصابات على المستوى المفاصل، باسكو اليوم راح نخدموا بالفوا. نخدم كل تمرين حين نخدموا منه 10 حركات، سورتو المفاصل اليوم لازم نوجدوهم بيان. رجعنا هنايا نحسب توجور 10، كي نكمل 10 واش قدرنا كاع واش درنا كاع، دوك نسينا نهبط لهنايا نخدم هذا التمرين تاع سيلفيتير، هذا هو اسمه سيلفيتير، نشوف فيه عضله تاع اسفل الظهر. وقت راح نخدموا ليكزارس هذايا نخدموه بلو بوا، الو واش نديرو؟ نوجدو التمرين هذا ولا نوجدو العضله هذيا سون شارج. رابع نحسب نكمل 10، نخدموا شويه لي بونت لهنا كيف كيف، نحسب 10 دو شاك كوتي، من المستحسن انه جميع التمارين نكونوا حنا نخدموها سورتو في القاعة الرياضية، نسي نوجدوا هذوك العضلات ولا التمارين يكونوا نخدموا فيهم، نخدموهم سون شارج كوم ان اشوفمون، باش كي نخدموا التمرين بلا شارج ما يكونش فيه اصابات ونكونوا ديجا وجدنا العضلة هذه. هذه من بين النصائح تاع اللي نديروهم ولا النصائح تاع الحصص اللي نديروهم في القاعة الرياضية، باسكو علاش نخدموا بلا شارج. فوالا، هايدا نكونوا كملنا تسخينات بعض الحركات، يعني ما درناش بزاف اليوم. واش نديرو دوكا؟ ناخذو لي زالتير تاعنا، انا كيما قلت لي زالتير نتوما تقدروا تستعملوا جوج قرع تاع الماء. راح نبداو بلو بريم اكزارسيس اللي درناه دوكا تاع لي شوفمون اللي هو لو سيرفيتور. لا بوزيسيون تاع لي جونب تاعي ما تكونش مفتوحه بزاف وما تكونش مغلوقه بزاف، يعني لهنا هذه هي لارج تاع لي اونش تاعي. واش ندير دوكا؟ نسي نهبط هنا في الوضعيه هذه، هنا نفليش شويه لي جونب تاعي ونفليش هنا او نيفو تاع لي اونج تاعي، هنايا نهبط نعاود نطلع. لي زالتير نخليهم هنا يكونوا على الاكستيريو تاع لي جونب تاعي، هنا 1 2. كي نطلع كي ندير ريبيتيسيون وحده، واش ندير؟ نخدم كور بيسبس، يعني هنا واش راح ندير؟ راح نخدم دي زيكزارسيس ان سيل اكزارسيس ولا عضلتين تان نخدمهم في تمرين واحد. نهبط هنايا راني نخدم في عضلات اسفل الظهر اللي هو لومبر، ومن بعد نطلع نفيكسي لي برا ديالي نخدم كور بيسبس، نعاود نهبط 1 نطلع 2. هذه نحسبها يعني ريبيتيسيون وحده، نعاود نطلع هنا راني 3، نعاود نهبط. الحاجه اللي يديروها غلطه بزاف في التمرين هذا هي كي يهبطوا الناس يعاودوا ظهرهم، مع انه نو لازم كي نهبط لازم لودو تاعي يكون اليني، نطلع هنايا نعاود نهبط. لي برا ديالي توجور فيكس، دوزيام اكزاسا بيسبس
يعني كي نطلع ما بالونسيش هنايا يبقى توجو الكو تاعي فيكس، نطلع البوا حتى لي زيبول نعاود نهبط. عندنا كل مجموعه راح نخدموا فيها 10، يعني 10 من كل تمرين. كي نهبط كيف كيف رقبتي ما نطلعهاش بزاف، راسي توجو يكون مقابل للسول، نعاود نطلع نهبط. نعم نطلع هكذا نكونوا كملنا 10. عندنا دي ريبيتيسيون، واش ندير ريكوبيراسيون خفيفه. لا ريكوبيراسيون توجور نحط لو بوا تاعي نديكونتراكتي لي برا هنايا، نحركهم شويه لهنايا باش نديروا شويه ريكوبيراسيون في المجموعه الاولى، ونعاودوا نروحوا للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه نعاودوا راح نزيدوا نبسطوا شويه، ونبسطوا شويه في الشرح باش نخدموا ليكزارسيس جوست. كما قلنا توجور حنا نحوسوا الهدف تاعنا ان نخدموا تمارين تكون صحيحه، هذا هو الهدف تاعنا في الفقره الرياضيه تاعنا. نهبط كما قلنا هنايا، هاي كوين فليشي، نفليشي هنا اونيفو تاع ليونش، نهبط بالعقل، نزيد شويه لي جونو او ميم طون البوا ديالي او يهبط معايا. هنا نهبط بالعقل عاود نطلع، كي نطلع واش ندير؟ نفيكسي بيان البرا ديالي هنا، نعاود نهبط، نهبط هنايا نطلع. هذا التمرين كيما نخدم فيه بليزالتان نقدروا نخدموه مام افيك اون بار. نهبط نسي نهبط بالعقل باش نركز مع التمرين ونخدمه صحيح. نفيكسي كيما قلنا البرا ديالي هنايا في الكور البيسبس، نطلع البوا يطلع من ليونش تاعي ولا من ليكويس تاعي عند لي زيبول، نعاود نهبط بالعقل ونسي دائما تان كيما قلنا نسي نزير على عضلة البطن هما لي زابدو، نسي كونسونتري مع لي زابدو تاعي باش نزيرهم في ليزيكزارسيس كاع اللي نديرهم ماشي غير في التمرين هدايا. نهبط فوالا، هكذا نكونو كملنا المجموعة الثانية تاع التمرين الأول ولا البريمي مورسو اللي أنا نديرو فيه البريمي بلوك هدايا. دي كونتراكتي شوية لي برا ديالي ونروحو ندخلو في التمرين الثاني ولا لو دوزيام بلوك. لو دوزيام بلوك كيف راح يكون فيه؟ راح يكون فيه كما قلنا تمرينين، وراح نخدمو عضلتين في يعني في أن سول بلوك. واش عندنا؟ عندنا لي سكوات، راح نخدمو لي سكوات هنايا، وكي نطلع إليفاسيون فرونتال، يعني راح نخدمو عضلة ولا لو با دو كور يعني هما لي جومب، ونخدمو معاهم لي زيبول. واش نديرو؟ راح نهبط نكارتي دوك شويه لي جومب ديالي هنايا، لي بوان دي بي يكونوا ليجيرمون على الاكستيريور. واش ندير؟ راح نسي نهبط هنايا 1 2 3 4، كي نطلع نسي نطلع لي زالتير هنايا اليفاسيون فرونتال، نعاود نهبط، نهبط بوزيسيون دو سكوات هنا، نعاود نطلع اليفاسيون فرونتال. كي نقول اليفاسيون فرونتال يعني لو بوا ديالي يطلع او نيفو دو فرون لهنا، ونعاود نولي. كيف كيف نحسب 10، يعني الكومبو هذا يكون فيه دي ريبيتيسيون. هذه فقرة ولا حصة جد مهمة، يعني تقدروا ديروها حتى 3 فوا ولا 4 فوا فور سومان، لأنه خاطش علاش نخدموا فيها كاع عضلات الجسم تاعنا. كيما هنايا راني نقيس كاع لو با دو كور، عندنا لي زيبول لي برا شويه، وعندنا عضلات البطن تاعنا يتخدم في التمرين اللي نديرو فيه. لي بيوس ديالي يكون بيان دروا، نطلع نورمال دانيير، نهبط كيما قلنا ريكوبيراسيون تاعي واش تكون هنايا، ندي كونتراكتي لي برا ديالي كيف كيف مام لي جومب، نشرب شويه ماء، لازم تكون عندكم قراءه الماء قدامكم في الدار، ونعاود نولي توجور نحط لي بوا ديالي في ريكوبيراسيون، نعاود نكارتي شويه لي جومب او نهبط. سكوات 1 2 3 4، اليفاسيون فرونتال. لي بوا انا هنا عندي تاع 2 كيلو، ثم قرعه ماء كيما قلنا في الدار تقدروا ديروا بها، واللي حاب يدير اكثر يعني كاين قرعه تاع مادو كبار تاع 5 لتر تقدروا حتى هما تقدروا تخدموا بها. طلع هذا نير توجو صدري يكون هنا واقف مليح، نزير لي زابدو تاعي ونطلع. فوالا هذه كانت لا ديال ريبيتيسيون. كيف كيف وشنو كيما قلنا انا نخدم مجموعه واحده، نتوما لازم تكملوا 4 مجموعات، اللي ما يقدرش يدير 3 مجموعات بكل تمرين اللي رانا نديرو فيه. يبقى لنا داني اكزرسيس راح نديرو فيه، راح نخدمو هو سول توجور بليزالتر، راح نقيسو فيه عضلات الصدر
ونقيسوا فيه ليبرا ولا لي تريسابس، هادو هما العضلات اللي راهم لهنايا. واش ندير؟ راح نهبط هنا وصول، ندير لو طابي ديالي، الو لي زالتر تاعي راح نحطها مباشرة تحت لي زيبول، يعني ماشي ايكارتي بزاف وماشي مغلوقين بزاف، مباشرة تحت لي زيبول. واش ندير؟ لا بوزيسيون دو بونس نورمالمون كاع تعرفوها، ناريني بيا الكور ديالي. واش ندير؟ نهبط هنايا ان ونعاود نطلع، نهبط ونعاود نطلع، نهبط ونعاود نطلع. المجموعة الأولى حنا نخدموها نورمال، المجموعة الثانية راح نديرها كوم اكسبليكاسيون باش تفهموا معايا مليح التمرين. نهبط هنا بالعقل ونعاود نطلع. التمرين هذايا شي طبيعي انكم نتوما واش غنديروه بالقرعه، ديروه بلا قرعه، باسكو الا درتو قرعه راح نديرو ديكا في الدار، اظن ما نستعملوش القرعه في هذا التمرين، تخدموه مباشره بلا ما نديرو لي بوتي. هذا التمرين قلنا نسيبلي فيه بوكو بلوس لي تريسيبس و ميم طون شويه لي زيبول، عفوا عضلات الصدر اللي هو الباك. واش نديرو دوكا؟ دوزيام سيري راح نخدموها قلنا كوم اكسبليكاسيون. علاش قلنا سيري؟ باسكو كل ما نضيق العضل نضيق لابريز ديالي راح نسيب لي فيها هاد العضله، وحنا هذا هو الهدف اللي رانا نخدموا فيه التمرين هذايا. وعلاش استعملت لي زالتير؟ باسكو في لابريز هذيا اللي راح نسيب لي بوكو بلوس لي تريسيبس. نهبط ونعاود نطلع. انا دوك غنخدمها بلا لي زالتير كيما نتوما، باسكو كيما قلت لكم تقدروا تخدموها بالقرعه. نهبط هنايا ونعاود نطلع، توجو لي كو ديالي سيري ويكونوا لاصقين في لو كور تاعي، يعني ما نفتحش بزاف، ماشي هكذا باسكو هكذا يولي هدف واحد اخر. الناس اللي ما يقدرش على لي جونو، هاداني ريبيتيسيون فوالا. هكذا نكونو درنا ثلث تمارين، يعني كل تمرين راح ديرو منو اربع مجموعات تقريبا. قسنا كاع لي جروب ميسكولار، خدمنا لي جومب، خدمنا لومبار، خدمنا لي زيبور، خدمنا بيسابس وخدمنا لي تريسابس، يعني تقريبا كاع العضلات تاع الجسم تاعنا. واش نديرو؟ يبقى لنا لي زيتيرمون كيما قلنا، هادي حصة جد 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 مهمة، اي انسان يقدر يديرها في الدار، ما تحقش بها حاجه كبيره، لكن راح دير بها حاجه كبيره اللي هي تقويه عضلات الجسم تقريبا كامله. نتيري توجور لي ميسك اللي كنا نخدموا فيهم. فوالا نطلع نزيد نهبط لهنايا. طابيان نطلع هنا على لي بوان دي في ديالي، طب الاله فوالا نزيد كونتاكتي لهنا. بهذا اعزائنا المشاهدين نكونوا كملنا الفقره تاع اليوم. كما قلنا الفقره تاع اليوم جد جد مهمه، تقدروا تستعملوها ولا تقدروا ديروها تمارسوها في الدار بدون اي معدات، تحقوا قرعه ماء ولا دو زالتير، اي انسان يقدر يديرها يقوي عضلات الجسم تاعو. الى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لك منير. شكرا لك صحه منير على يعطيك الصحه. اذا كنتم مسافرين حول مائده فطور الصباح نقول لكم صحه قيوتكم، استمتعوا بها وان شاء الله تقضي وقت ممتع رفقتنا في ثاني يوم من شهر محرم لسنه 1443 من السنه الهجريه. اكيد ونتمنى لكم سنه هجريه سعيده وان شاء الله تكونوا توتوها مليح. انا بغيت لطفي على بالك سيرتو كي قلت لهم يتقهواو، انا من الناس اللي ما تقهواش، ما تشربش قهوه صح؟ ما نشربش قهوه، سي بور سا لطفي على حكايه. وباش تعوضها القهوه؟ يعني اكل خفيف هكا. ايه الله يبارك. يعني عندك فطور الصباح كيما المشارقة. انا بغيت نسقسي كوتش منير، تفضل. نورمال الصباح كي ما نشربش قهوه، ولا هي هل القهوه الصباح صحيه مع سبور ولا لازم الاكل خير؟ قهوه كحله. قهوه كحله عادي تجوز، هذيك قهوه حليب لا لا ما فيها حتى فايده، قهوه حليب ما فيها حتى فايده. لكن الفطور الصباح سورتو ليك انت كيما انت هكذا، ممكن لو كان نقول واحد اخر في لوكا ان اوتر كا ماشي بلح له بالك الماكله بزاف بزاف. انا ماك تمعني ها قول لي بارك كرامتي 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 لطفي لازم نديك معايا دير الصوره. لكن كما قلت لك كريم، فطور صباح مليح بوكو بلوس مليح باش يكون غني بالبروتينات. بالبروتينات ولا حتى شويه مكسرات مليحه، شويه مكسرات قهوه كحله حبه بنان ولا تكفيك فيك حتى الفطور. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. شكرا. شكرا. معك. بالك لطفي نروحوا فاصل ومراها مباشرة عند نادية. شاف نادية.
الور مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد، ريحوا وين ما راكم، فاصل ونرجعوا لكم ان شاء الله. يا طيبين رجعنا لكم من جديد، نعاودوا نرحبوا بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح. واختار قناتنا الشروق العامه برنامجنا الصباحي صباح الشروق، المتوجهين بمركز المعالجه بمياه البحر طلسو تيرابي سيدي فرج. محطتنا متنوعه، خدماتنا متميزه، وتميز كل ما نختار في كل مره من مواضيع نفيد من خلالها احلى جمهور، وبدوركم اكيد تستفيدوا من خلال كل ما اخترنا من لنهار اليوم، وكل الفائده والاستفاده من حضوركم المتميز. اكدوا لنا حضوركم باتصالكم بنا عبر رقم التليفون يظهر اسفل الشاشه. اكيد نعم، ونورمالمون لطفي نستقبلوا معنا اول ضيفه بعد قليل بعد ما نتكلموا شويه مع ناديه اللي هي مدربه الحياه خديجه توري. دونك انا عبدالك لطفي راني متشوق باش نعرف الطبق تاع اليوم اللي جابتو ناديه. طيب نورمالمون زعما واش تتوقع لطفي؟ نظن انه طبق تقليدي بما انه محرم محرم ثاني يوم من شهر محرم، ان شاء الله يدخل علينا العام بالخير والصحه والهنا ان شاء الله يا رب. اذا يلا تفضل مع ناديه. نروح عند ناديه. شكرا لك لطفي اللي سمحت لي. الو نروحوا عند ناديه نشوفوا. انا نتوقع الرشته لانه هنا في العاصمه وفي الوسط الجزائري يطيبوا بزاف الرشته وخاصه في الاعياد وكاع. وانتم في مصر غانم حنا نديروا كما نقولوا حنا الرقاق واللي هو الشخشوخه. ايه والله صباح الخير ناديه. صباحك بالخير، واش رايك؟ صافا صافا لاباس الحمد لله. ناديه قولي لنا على الطبق التقليدي تاع اليوم. نورمالمون رشته ياك؟ وي طريف بيان. خلاص لطفي يا لطفي بارك ناديه. صباحك بالخير لطفي. صباح النور، اهلا وسهلا. لاباس الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير مشاهدينا الكرام. اذا كما تقول نتايا حنديروا الرشته. خير بيان. بون سخانه هايتم لازم نديروا طبق تقليدي ماكانش نديروا احنا الفعل. اه وي لازم نشوفوا المقادير. ندير لهنا سحق الدجاج، الرشته اللي يحب يدير على بالي. فوالا اسمحي لي برك باش قبل ما تقولي المقادير، حنا في الغرب على بالي ما عندناش رشته. على بالي في الغرب فوالا. ثم جو بونس باللي كاع الناس اللي في الغرب الجزائري شغل بالك اللي ما يعرفوش الرشته ولا اللي ما تعرفش الرشته راح تكتشفها اليوم معك شيف ناديه. دوكا راني نديروها شويه تاع الغرب شويه. وي هذا وين نبداو. وي بصح ماشي كاع. انتوما عندكم بزاف الرقاق كما قلت. الرقاق هو اللي هو كيما شخشوخه. ديروا صوص غوج. صوص غوج وي. داكور. شي لا ما نديروش حار كيما هنا. انا ما نحبش الحار. انا ما نبغيش الحار وي. الو نبداو المقادير تاع اليوم. نسحقوا لي بيلون تاع الدجاج لي كويس احسن من البلون، اللي يحب يزيد معاه مطرف غلمي ولا عنده لحم ولا يدير اللحم بيان سور. نسحق كميه مليحه تاع البصل كيما راكم تشوفوا. ابخي واحد الرطل البصل ولا اكثر. اسمع الشبح كيما يقولوا تاع هذا الرشته هو البصل. اوكي. حيعقد لنا العصوص. نسحق حميصه لهنايا كون طيبتها من قبل. عندي لهنايا صدر تاع الدجاج حندير شويه كيما نقولوا لمسه فوالا للرشته. ولي نطيب البلون نطيبو اون مورسو. شفتي اخي في الدار اللي تبروبوزي له ياكل البلون نقول لك ما ناكلوش. البلون يجي ثقيل ويجي ناشف دونك. انا واش حندير له؟ حنزيد له حبه بيض شويه لي زيبيس البصل لا شابلور باش يجيني خفيف. نديرو دي بولات يطيف لاصوص وبعد نقليه في شويه زيت ونرمدو في المكسرات. بوغ لي زيبيس نسحق ملح قرفه فلفل كحل السمن ندوزن به القرفه تاعي لا شابلور والزيت واللفت بيان سور اللي هو الشبح. اللفت هذه هي. والرشته درناها تفور ديجا باش نربحوا الوقت. شمختها الشميخه الاولى وبعدها تفور. صح. ولسيدي الرجل اللي كيما موالف واش بيه سيدي اللي نعطوا باش او موي توجور نبداو بالبصل ياك نقلوه. بيان سور. خي بيان. ما نبداوش بالك شي واحد يبدا بالحمص بعدين البصل ولا نو حذاري سيدي الرجل فوالا. ايوا نبداو بالبصل. لهنا دائما لي بلات تراديسيونيل نقول لهم يتحرجوا ولا يتقلاو بالسمن ولا بالزبده باش تجي هذيك لاكولوغ تاع السفوريه شابه في لاصوص. ندير على بالي نادي. انا في البدايه كي جيت بون كي بديت ناكل احنا في الغرب عندنا لي صوص كاع روج حموره. هنا في الوسط الجزائري يديروا لاصوص بلونش. جاتني عبكي بيزار كي شفت صوص بلونش تبان لي ولات في البدايه تبان لي تجي طايبه تبان لي بصح بنينه بزاف يعني ما شاء الله. يجي في توالف برك. واه وكاين اللي في الدزاير اللي ما ياكلوش لي صوص بلونش. لي صوص بلونش لهنا واش درت؟ درت السمن درت الزيت والبصل كيما قلت لكم البصل كميه مليحه وندير لي بيلون تاع الدجاج تاعي. جيد. لهنا بعد ما يتقلى شويه هذا البصل واش ندير؟ نحي منه واحد الملعقه ولا زوج نديرها لهذا الدجاج باش يدي ديك النكهه تاع لاصوص. ندير له حبه بيض لا شابلور الملح ونخدمهم دي بولات ونرميهم يطيبوا في لاصوص. الدجاج بيان سور نديرو يتقلى. هذايا واش ندير باش نربح الوقت؟ هي اون جينيرال هذا ما يديروش يطيب مع لاصوص سورتو الا كان عندك اللحم راح يخسر لك.
ما نحميش في الوقت الصغير. انا واش ندير له؟ ندير له شويه سمن ملح وقرفه ونديرو يفار. اوكي. باش ندير ديك البنات تاع العراس. في العراس كتكون عندها يبان كونشيتي. جوستومون كاين في العراس بنا سبيسيال. سبيسيال، طياب سبيسيال هو سي بوغ سا. دونك لهنايا واش ندير؟ ندير له ملح وقرفه، هو ويفور يمد لك ديك الريحه تاع القرفه تتشم ريحه العراس، تقول شنو هاد السر هذايا. ومن بعد كي يبقى له زوج دقائق ثلاثه لاصوص طيب، نرمي الحميصه ونرمي اللفت ديالي. سر كاع راه في القرفه. قرفه اه. الوغ والتحليه مازال ما كانش تحليه اليوم، ما حاش نحلو. ولا هذا ال هذا اللي قلت لك نرمد فيه لي بولات تاع البولي تاعي، شغل حبيت نديرو ان بو ريفيزيتي. لي بولات هذو تاع الدجاج نرمدهم سوا في البيتاج سوا في لي زامون ايفيري. كي يحضر طبق تقليدي خلاص هو التحليه والبلا برينسيبال هو كلش. هذه هي هذه هي، دونك خليك طيبي. اوكي. انا نرجع لزميلي لطفي. اكيد تفضل معنا، راح تنضم لنا كما ينضموا لنا الكثير من المشاهدين لهذا ويلتحقوا بنا. نذكروا انه محطتنا المواليه هي في تطوير الذات وتنميه المهارات والقدرات الخاصه. مدربه في الحياه خديجه بوقمدقجي تواري حاضره معنا اليوم باش تعطينا بعض التوصيات التي نستفيد من خلالها والتعامل مع جائحه كورونا. مرحبا وسهلا. اهلا استاذه. اهلا فيك لطفي. اهلا فيك كريم. صباح الخير على المشاهدين تاعنا. اولا حبيت نهنيهم بالسنه الهجريه. كل عام وحنا بخير ان شاء الله والامه المسلمه. وثانيا اليوم نعم لطفي رانا حين نتحدثوا على كيفيه اداره ازمه الكورونا وكيف يمكن ان ندرج السعاده والاحتفالات بالايام الدينيه والاعياد، افراح كثيره يعيشها الانسان في محطات حياته، لكن الكل في ظل هذه الازمه اللي نعيشوها صرنا نهمل نفوسنا، ننسوا نفوسنا، ننسوا فرحتنا، كيفاش نقدروا نعاودوا نرجعوا الحياه لما سبق؟ اولا ماذا بيا نطرق الى ازمه الكورونا، لكن مش غير ازمه الكورونا، لانه الانسان في هذه الحياه راه رايح يتلقى عده ازمات. صح صح. سواء ازمات مشاكل عائليه، مشاكل زوجيه، مشاكل يعني ماديه نفسيه، صحية. كل هذه الامور. لكن الازمه لن تصل بالانسان حتى وهي في وسعه، لقول الله سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا الا وسعها. صحيح. يعني الى حنايا جاتنا هذه الازمه تاع الكورونا، حنا عندنا الامكانيات باش نحتويها. نحتويها نعم. نعم لطفي. ومن اسرار الاحتواء، لا مش الاحتواء، من اسرار يعني اداره الازمات عندنا التوازن. لماذا التوازن؟ التوازن يعني انه الانسان حيكون في هدوء، حيكون في وعي، حيكون في استيعاب. لما هذا الانسان يكون في هذه الحاله هذه ورايح يتقبل ويرى المشكله، ثم يصبح يبحث على الحلول التي سوف تليق بهذه الحاله. يعني الشخص لازم يضبط اعصابه لما يواجه المشكله. نعم، احنا نؤكد دائما وابدا على حاله الهدوء، لان لما نكون في حاله هدوء العقل يستحوي الأكسجين، وبهذه الطريقة يتطرق إلى الأمور بشكل هادئ، يرى كل الاحتمالات والحلول يعني الحلول الجيدة والتي تليق به، ويقدر يأخذ القرار المليح اللي يوالمه اللي يساعده في. نعم نعم تماما كريم. والسر الثاني من أسرار الأزمات هو أنه الإنسان سوف يتطور. لماذا سوف يتطور؟ لانه احنا كما احنا نقولوا بالعامه كل ما احنا تزيد فهمه في الراس. صح يعني صح. انت راك جست في مشكله راك حتخرج منها تستنتج بزاف. ثاني يقولوا اللي ما قلتلكش يقويك. اكزاكتومون اكزاكتومون وي. الوغ حنايا كي رانا رايحين نركزوا على السر الثاني واللي هو التطور. واللي هو التطور عفوا، الانسان هنايا راهو رايح يخرج ويستفيد بهذه الأزمة. والنقطة ولا السر الثالث اللي احنا نقدروا نأكدوا عليه أنه هو المشاعر أهم من الفكر. المشاعر أهم من الفكر. المشاعر أهم من الفكر. لماذا المشاعر أهم من الفكر؟ لأنه الإنسان لما يكون في حالة قلق ولا يكون في حالة قلقة اللي هي لونكسيتي، راهو رايح يخرج ولا يصدر مشاعر خوف، مشاعر توتر، وكل حاجة نبداوها مصدر تاعها خوف تتدمر، تهلك الإنسان، ما يكونش سعيد، ما يكونش كما احنا نقولوا مبتهج، لا،
يكون في حاله اكتئاب، يكون كل يعني شيء يدور به سلبي. اذا هنا رانا ضد المشاعر. لا احنا مش ضد المشاعر. نحن نطور من المشاعر. لما الانسان يكون هادئ، لما الانسان يكون في حاله توازن، لما الانسان يكون يعني التنفس تاعه مستقر، كل ما يتطرق اليه سوف يتطرق اليه بوعي، بجديه، بحب، وكل حاجه بدون تسرع يعني. يعني لا مش تسرع، نعم تسرع داخل في التوتر. الانسان لما يكون متوتر يغاول من الطريقه تاعو تاع التحدث، يولي متهور الواحد. يعطيك الصحه، يولي متهور. صح، والنتائج تدور عليه. والنتائج تدور عليه كما قلت. وكيفاش نقدروا كما قلت انت يا معلم ندمجوا هنا في هذه النقطه الاعياد وهذا كل هذه المناسبات الجميله مع المشاعر؟ لما تكون انت متزن وتكون هادئ، راك رايح تعيش اللحظه، تكون في حاله وعي. الانسان هذا يكون اون بلين كونسيونس. اقول لي برك الواحد كيكون في يعيش في 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 عز الازمه. نعم. وراه في وسط ضوضاء. نعم. في وسط ازمات، مشاكل، ناس تجري، مستشفيات. نعم. كيفاش راح يتحكم في اعصابه؟ اعطينا الوسيله والطريقه اللي نقدروا من خلالها نختزل الزمن ونكبسوا على الزر. نعم. باش يتوقف الزمن ونعيشوا في هدوء. كيفاش نديروا؟ هاني قلت لك لطفي، اولا حبيت نشكرك على هذا السؤال لانه جميل جدا، وحنا فيه يعني نحن في الميدان، نحن في الميدان. الحاجه الاولى الانسان لازم يركز عليها انه هذه الازمه لها يدات، عندها تاريخ بدات فيه وعندها تاريخ راح تخلص فيه. يعني قد اللي طبات تخلص، كما كل الحروب والازمات اللي جازت على البشريه كلها. صح. نعم. كيفاش دوك الان انا يندير؟ عندي طرق، عندي اني نركز على تخفيف الارهاق الذهني اللي راهو فيا. نقدر انا استعين بورقه ولا كناش وسيال ونحط اني رايح نقلل من هذاك التوتر، من هذوك المشاعر السلبيه اللي راهي تضغط عليا، لانها باسكو المشاعر سوف تولد لك فوضى. صح. على مستوى الفكر وعلى المستوى المشاعري. كبتي ولي. نعم، وكل حاجه اللي قلتها لك تتطرق لها بخوف تتدمر. كل يعني المشاعر السلبيه، الخوف، الغضب، كلها جذر تاعها سلبي. واش نكتبوا في الورقه؟ الورقه نكتب واش راهو يرهقني. مثال انايا مانيش عارفه، عندي برنامج تاعي الاسبوعي ولا برنامج تاعي الشهري وراهو كما نقولوا احنا تغير بسبب ازمه الكورونا. نحاول اني انا لما نكتب راني اولا راني في اتصال مع اللاوعي تاعي اللي حيساعدني، راني حنطلع من واش هو لي وراء الى الامام، يعني نولي نشوفه. باسكو لما نكون في فوضى على مستوى العقل ما رانيش ندرك، يعني نعيشها فقط وانا في حاله ارهاق. لكن لما نحطها على الورقه راني نشوف، وتما راني رايحه، انا قلت لك راني رايح بهذيك الطريقه نشوف الاحتمالات، نواجه ونشوف الاحتمالات اللي حتجي نوعا ما تساعدني. كانك تولي عندك خريطه ذهنيه. يعطيك الصحه. نخرجوها في الورقه. ممتاز. ثم واش نقدر نواسي؟ نقدر استعين بالتنفس الاسترخائي. التنفس الاسترخائي اللي حيجي يحطني. راح تنفس بالاكسجين قاره الاكسجين. لا لا نقول لك ما كانش. لا ما كانش قاره لا لا سوف استعين بالتنفس. التنفس الاصطناعي. الاسترخائي اللي حيكون على مستوى البطن. ايه. هذاك هو اللي حيجي يهدني، يقلل. لما انا نخرج البطن تاعي ونستنشق اوتوماتيكمون نساعد في الاكسجين باش يعاود يطلع للعقل تاعي. وبذلك يعني الدم وكل هذه الامور تعاود تسير بامر طبيعي، بالشكل تاعها الطبيعي. يعني الحاله تاعي راهي تهدى. حاجه واحده اخرى نقدر استعين بالتامل. اني نركز، كل الناس اللي تكون في حاله توتر ما راهيش حاضره في الامر الواقع الان معنا. كيف نتجاهل الاخر؟ كيف نتجاهل الاخر؟ لانه التامل يحتاج الى فضاء، التأمل يحتاج إلى هدوء. مع الأول عزلة. إيه عزلة. لطفي مع الأول. إيه؟ نعم، لأنه هذاك الإنسان راهو يتدرب، راهو دوك أنت مثال راك تتعلم تسوق، ومن بعد كي تولي تسوق ما تقدرش تتجاهل الآخرين. تعرف أنت تشوف تشوف الخطر جايك، تقدر تجبد أدغوا تجبد أغوش، تعرف بليك لازم كل هذه الأمور تولي حاجة طبيعية، صح ولا لا؟ تكتسبها. نفس الشيء للتأمل، نفس الشيء انك انت في المنزل تاعك تدخل للبيت مالغري كاين فوضى، ولا تركز دير هذيك اللي كيما نقول احنا تفتح هذيك النافذه تجيك هذاك الهواء، تبقى قاعد تركز
احنا باش نعاودوا نثبتوا روحنا ونكونوا واعيين في الحاضر في الوقت اللحظه اللي عايشينها اللحظه هذه. عندي سؤال استاذه. نعم. احنا كجزائريين في القديم كنا عايشين في الماضي يعني. نعم. بزاف ناس شغل يهضروا غير على الماضي لانه احنا عارفوا الماضي تاعنا عشريه سوداء حروب. نعم. والان الناس ولات عايشه من خوف من المستقبل. ايه يعني المجهول كورونا وكيفاه نديروا بالك. نظن هو الانسان لما يجي يتامل المستقبل يطيح عليه شغل وكيطيح عليه المستقبل يغمو وما خطرش عليه. كيما قلت انت شغل عايش في خوف من المستقبل. اسكو في هذا التامل يقدر كيفاش يقدر يعني ما يعيش في خوف من هذاك المستقبل؟ فالخوف منين يجي اصلا؟ الخوف يجي من ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. مما يتم ترويجه عبر القنوات وغيره. انا اقول ديجا يعني بهذه المناسبه اللي الان هضرتوا على الخوف سوف كما قال استغل الفرصه واقول لكل من يحب يقول يشاهدنا الان انه حان الوقت انك تتحرر من الخوف تاعك. كل ما هي كل مخاوف الحاضره فيك لها كما نقولوا حنايا هيستوريه معك وانت راك رافد هذاك المحفظه تمشيها معك الان تحرر منها. لان لما تتقلل ولا نقولوا حنا تدير الخوف تاعك لانه الخوف الى مستوى ما طبيعي. لما يكون اكثر من الطبيعي هناك يعني خلل نوعا ما. نعم. لما هذا الانسان هو رايح يدير ويعالج المخاوف تاعو هو رايح يساعد كل العالم. لانه الازمه كل ازمه تنتشر وتبقى يعني موجوده بحضور الخوف. لما شيء تتجاهله ولا توعى اليه يتقلل تتقلل قيمته. لما الخوف موجود للمجهول نحن نخاف من المجهول لا نخاف من الحاضر. ما ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف لما موسى عليه السلام التقى بالرجل الحاكم قال لموسى بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تستطيع أن تصبر معي وأنت لا تعلم يعني ما عندكش خبرة بوش حيث بمعنى الآية يعني هذا الانسان هذايا راهو يخاف من هذا الامر بصح لما راهو رايح يعالج. وحنا الان الحمد لله يعني كل نتحدث على الازمات اللي نتحدثوا على كما قال وشنو هي الوقايه اللي نقدروا نقدموها لنفسنا وشنو هي يعني موجود اسمه التلقيح كل هذه الامور اللي حتجي تعمل يعني من الامر المادي ونحن نقدم كل هذه الارشادات والنصائح وكل هذا يعني ماذا بينا كان الانسان يكسب هذه التقنيات عشان يساعد هو نفسه. احنا ربما نحمد الله عز وجل على نعمه الاسلام. نعم. لانه احنا متمسكين بقضاء الله وقدره. سبحانه. متمسكين ايضا باراده المولى عز وجل. سبحانه. نهايه الاجل والموت مقدر. نعم. على كل شخص على كل انسان. صح. تختلف الاسباب لكن الانسان. نعم. يسعى جيدا من اجل حمايه نفسه حمايه الاخر من الاذى باش ما يتسببش في اذيه نفسه واذيه الاخر. وحنا نشكرك اللي طليتي علينا اليوم. شكرا. ربما توصيات على السريع نختزلوا بها هذا الملف. نعم رانا الحين نركزوا على الكتابه لتخفيض من الارهاق الذهني. رانا رايحين نركزوا على التنفس تاعنا. انا رايحين على لماذا وحنا باقيين ولا قاعدين في المنزل تاعنا نديروا برنامج اللي يقدر يتلائم على الحجر الصحي تاعنا ونبقاو يعني نجتهدوا ونبقاو في ايجابيه وان شاء الله الامور تاعنا رايحات تتحسن و... ان شاء الله. كل ايجابيه دينا من عندك خديجه بوقندقجي. تواري نورتينا بحضورك واطلالتك. شكرا لطفي. وان شاء الله الكل استفاد من خلال هذه التوصيات وكل الفائده والاستفاده من حضوركم المتميز احلى جمهور. اكدوا لنا هذا الشيء بتكثيف وتكثير اتصالاتكم عبر رقم التليفون يظهر اسفل الشاشه. حابين نسمع اصواتكم في هذا اليوم المبارك. اهلا وسهلا بالجميع. رايحين على فاصل من بعد نرجع. تفضلوا. صباح الخيرات. صباح الخيرات بهذا القمر في وضح النهار. اكيد قمر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وكما قال لكم لطفي كتفوا لنا من اتصالاتكم باغي نسمعوا اصواتكم باغي ندردشوا معاكم نشوفوا الاجواء تاعكم مع محرم نشوفوا اول يوم محرم ولا ثاني يوم محرم يا ناس يا طيبين اليوم. هو أنا اول يوم محرم انا في كاين لهم يتواصلوا معايا راهم يقولوا اليوم ثاني يوم محرم كاين لهم يقولوا اليوم اول يوم محرم حتى في التاريخ
يعني اليوم كاتبين اليوم ثاني محرم، ثاني محرم. لكن البارح كان دخول في الليل، منتصف الليل كان دخول اول محرم، يعني تخلطت لنا شويه مشينا كده. لكن انا للاسف نشفى انه في منتصف الليل للاسف كانت الحرائق اللي كانت قاصت ولايه تيزي وزو. حابين يا ريت انه تتصلوا بنا سكان منطقه تيزي وزو، طمنونا عليكم على انفسكم على احوالكم. تحية إلى كل رجال الحماية المدنية اللي بذلوا جهود كبيرة من أجل إخماد النيران اللي استمرت وتواصلت إلى صبيحة اليوم، وراح ضحيتها أربعة أشخاص نترحموا عليهم، هو رقم مبدئي إن شاء الله ما يزيدش يكثر العدد. وتحية إلى كل المواطنين وسكان المنطقة لأنه تضافرت الجهود يد بيد مع رجال الحماية المدنية من أجل إخماد النيران. الأسباب مجهولة لكن السلطات المعنية فتحت ملف تحقيق من أجل التعرف على الأسباب الحقيقية لكل هذه الحرائق اللي مست تقريبا 25 إلى 30 منطقة في نفس التوقيت. خاصة الحرائق كانت قريبة للسكان وقريبة للقرى وكان في نفس التوقيت. هذا هو الشيء اللي خلق اللبسة. اتصال هاتفي. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو ألو. يا أهلا وسهلا. ألو صباح النور. صح النوم. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا. ميرسي. نتعرفوا عليك؟ نعم. نتعرفوا عليك؟ نعم. تفضلي. مرحبا. شكون معنا؟ أهلا بفادة. يا أهلا وسهلا بأحبابنا وصحابنا من ولاية سيدي نايل. ما مش بعد علينا. من بوسعادة. تحية كبيرة لكل سكان منطقة سيدي نايل. واش رايكم لاباس؟ قال تيبازا ولا سيدي نايل؟ بوسعادة. بوسعادة. بوسعادة ولا تيبازا؟ أنا سمعت تيبازا. تيبازا تيبازا. وأنا راح وأنا قلت لك جوارينا يعني. وأنا راح بالي لبوسعادة. ها تيبازا راكو غينا. واش رايكم لاباس؟ مرحبا وسهلا. تيبازا الأجواء عندكم كيما راهي هنايا؟ كيما هنا. يعني رطوبة رهيبة. لوميديتي الرطوبة الرطوبة رطوبة تقلق. ولفتوها صاي. شحال في عمرك آية؟ الله يبارك. الله يبارك. يعني هذا العام الباك ولا العام الجاي؟ ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليك وان شاء الله اللي راح يجوزوه العام الجاي ان شاء الله. احكي لنا كيفاش هوتوا محرم في ظل هذه الاجواء اليوم؟ رانا اول محرم ولا ثاني محرم؟ اول محرم. عليكي نور. كل سنه وانت بألف خير ان شاء الله يا رب ينعاد عليك العام هذا بالخير والصحه ولنا ان شاء الله يا رب. كيفاش جوزتوا ليله محرم؟ يعني البارح يصير حديثنا هذه كاملين 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 ديروا في المحرم. قادنا شخشوخه ماشي رشته درتو؟ صح؟ درتو شخشوخه ولا رشته؟ الكسكس. كسكس. كسكس. الكسكس. داروا الكسكس. كسكس ثاني. مرقه حمراء ولا مرقه بيضاء؟ مرقه بيضاء. إيه الله الله. قولي لنا شكون اللي تفكر محرم في العائله في الدار؟ والله البارح كنت نشوف سمر دايم الناس ياكلت لهم العشيه والحطيه تفكرنا. كنتوا ناسينه يعني. وهي عادة الأم هي اللي تفكر في المنزل. صح صح. إيه صح. إيه بصح وسط الانشغالات وكورونا الأوضاع اللي نعيشوها يعني الأحزان. ربي يجعل الخير ربي يجعل الخير. قولي لنا موافقة تبعي برنامجنا؟ إيه. واش تحبي أكثر شيء في البرنامج؟ صعبتك سؤال يعني هكذا لهالدرجة. صعيب سؤالي. انقطع الاتصال للأسف. شكرا بزاف على الاتصالات. تحية لكل ناس تيبازا وكل مشاهدينا وين ما كانوا يتابعوا في برنامجنا الصباحي الخدماتي صباح الشروق. إذا حبينا أنكم تفاعلوا معنا وتواصلوا من خلال رقم التليفون اللي يظهر أسفل الشاشة. يمكن للجميع والكل أن يتواصل ويشكل الرقم. أيضا صفحتنا الرسمية على الانستغرام لطفي عيشوني. إيمان جندي نوجه لها تحية أوفيسيال. وكريم اسمه الانستغرام تاعي كريم بوباكور. كريم بوباكور. ما عليكم الا انكم تزوروا صفحتنا او حتى انكم تزوروا الصفحه الرسميه الخاصه بقناه الشروق تي في. رايحين على فاصل من بعد مباشره تلقوني مع الشيف ناديه لاستعراض باقي الخطوات الخاصه بتحضير طبق رشته الشهير العالمي بالجزائر العاصمه وبكثير من المناطق الجزائريه. يلا فاصل وراجعين تفضلوا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، اجمل واحلى سلام على احلى جمهور مشاهدي قناه الشروق العامه، واللي اختاروا برنامجنا الصباحي صباح الشروق في طبعته الصيفيه صيف الشروق. متواجدين بمركز المعالجه بمياه البحر تراسوثيرابي اللي فتح لنا ابوابه. نشكر كل من فتح لنا قلبه. ندخل البيوت دون ان نطرق الابواب، لكن في كل مره نستاذن كي نستعرض لكم كل ما اخترنا من فقرات متنوعه نفيد من خلالها احلى جمهور. كثرنا من اتصالاتكم مشاهدينا، سمعونا أصواتكم، تفاعلوا معنا والمواضيع والفقرات اللي تحبوها أكيد. ومطبخنا عنده نصيب كبير في برنامجنا بحضور مميز لشيفنا ديالا، يتحضر لنا في الرشتة الطبق المميز العاصمي الجزائري. لكن ما شاء الله الجزائر يعني تتقاسم كل ما لديها من ثروات ومن موروث شعبي، أطباقنا نلقاها في كل البيوت الجزائرية. الشخشوخة الصحراوية والمسيلية نلقاها في الجزائر العاصمة، وكل أطباق الجزائرية العاصمية أيضا نلقاها في كل البيوت الجزائرية، ربما بفضل الإعلام اللي يروج لكل ما هو ثقافة هذا البلد. والفضل أيضا يعود لكل الشيفان، أمهر الشيفان اللي تختارهم قناة الشروق العامة باش تعرف بأطباقنا التقليدية الجزائرية. الجالية متواجدة في المهجر أكيد راهم يحضروا كل الأطباق التقليدية في المناسبات والأعياد الدينية. نعيد الكل بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1443، إن شاء الله يدخل العام علينا بكل ما فيه من خير ويمن وبركات. إن شاء الله السلام يعم كل الأوطان، وإن شاء الله يا رب تتناثر وتتطاير كل الأوجاع وتحل مكانها كل الأفراح الدنيا والسعادة إن شاء الله يا رب. إذا مكملين مع الشيفنا ديالا يتحضر في الكريات الدجاج اللي راح ترافقهم بالرشتة. تفضل. والله لاباس الحمد لله. اليوم أول محاضرة. ان شاء الله يدخل علينا بخير والصحة ولنا ان شاء الله يا رب. يعني بس اليوم اللي فيغي يتمنى الاول. ايه لكن في التقويم، في التقويم الهجري والميلادي عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي محطوط اليوم ثاني يوم محرم. هذا الشيء غريب. الكل استغربوا. لانه كامل الناس كانت تقول اثنين ثلاثة من بعد داروا وزارة شؤون دينية قالوا ثلاثاء اول محرم. بما انه الناس ما خدمتش اليوم معناتها اليوم اول محرم. صح. اذا نعاود نكملوا معك شيف ناديا. انا درت البصل يتقلى نقليه من الشيء ما لازمش الاحمر، الرشطه الشبح تاعها انها تجي بيضه، وجرت فيها المرقه باش تبقى بيضه ما ديرلهاش القرفه بودر. درت شويه بودغ باش تمد لي ديك البنه تاع القرفه بودغ وحدها، لكن ما نقليش بلي زيبيس. اوكي باش ما يتحرقوش. باش ما يتحرقوش وما تكحلش العصير شافها بيضه. وبعد واش ندير لها؟ درت حبه بصل كامله كما راكم تشوفوا. بعد ما يطيب لي الدجاج والرشه ايتو نرمي هذيك الحميصه، نحكم هذيك الحبه بصل مع ثلاثه حبات ولا اربعه لفت نميكسيهم. انا نميكسيهم يعقدوا لنا لاصوص يردوا لنا تردها لنا بيضه. وفوق لو بلون كنت نقول لكريم مقبل احنا البلون اللي تبروبوزي له ولا ياكل بلون نقول لك انا ناكل يجي ناشف. صح. واش ندير له انايا؟ زدت له حبه بيض، ملح، فلفل كحل، ونحيت شويه بصل من اللي قليت الرشته، وزدت له شابليغ وندير فيه ديبولات. واش ندير؟ نقليه ونرمدو في مكسرات. اوكي. نفس اللي شغل تاع اون فات كي تكون عادي في الدار ما نمش نديرو هكا، بصح كي تكون هكا مناسبه ولا ماذا بينا نرمدو في اللوز ولا بيستاش ولا انا خيرت اللوز ايفيلي. ومن بعد ندير الحميصه لانها طايبه. الحميصه طايبه من قبل موجوده من قبل. طيبتها فوالا باش نربح الوقت. رشته كاين هي من المفروض تندار برك باللفت. صح؟ باللفت. لكن كاين بزاف عائلات واسر اللي يوظفوا باقي الخضار. كاين اللي يدير القرعه، كاين اللي يدير البطاطا. انا نقول لهم ما تغيروش في الطبق التقليدي. الوصفه الاصليه. يقول لك تقول لك انا راجلي ما ياكلش اللفت، تسمع على حسب الافراد العائله. على حسب الادوار. كيما شغل نحبوا بطاطا نزيدوا حبه بطاطا. صح. فيها كل واحد ذوق حاجه متاع. تجيني ما فيها والو، لكن هي تجيب اللفت. هذه ورشه طريقه التفوار نتاعها معروفه. عادي شمختها، درتها تفور تفيره الاولى، بعد ما فارت تفيره الاولى رميت لها هكا ملعقه تاع زيت باش حليتها. نخاف اونسي جامي تفعجلنا ولا. ومن بعد درتها تفور تفويره ثانيه، في التفويره الثانيه واش ندير لطفي؟ نورمالمون تكون المرقه طابت شويه، نحي اون لوج هي يتفور وانا نرمي هذيك لا لوج. ايه. تسمى باش تولي تريح بريحه المرقه وتدي البنه تاع المرقه ما تجيناش لوكو فاد. بعد ما تفور تخي تخي بيان. ما ديرلهاش مظهر. سي ديروا لها. كاين اللي يديروا لها مظهر. ايه فوالا، مع الاخر دير اون كويغ ولا دو ديرهم لها. اوكي. انا مع الاخر واش ندير لطفي؟ نحكم اون لوج تاع مرقه قبل ما نسقيها، ندير لها ملعقه سمن، ملعقه قرفه، ملعقه مزهر، نخلطهم ونرميهم في ديك فوق هذيك الرشته. تسمى تجي تريح بريحه السمن ايتو، نحسوها شغل تاع العراس تاع مناسبات. هذه هي.
برافو عليك شيف، في كل مره نتعلموا معك. شكرا. تقنيات جديده في طريقه تحضير الاطباق التقليديه الجزائريه. اذا جمال المائده الجزائريه يعطيوا له حقه كل الاسر والعائلات. في خلال حلقه اليوم راح تورينا حتى طريقه تقديم طبق الرشتاء وكيفاش تزينيه، صح؟ وي سخت التزيين لطفي. تزيين يقول لك العين تاكل قبل قبل البطن، صح؟ الجانب الجمالي ايضا عنده نصيب في برنامجنا الصباحي بحضور خبير التجميل كاهينه اللي راح تنضم الينا بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بالجميع. عوده لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي، وبعد ما كان زميلي لطفي عند الشيف نادية. لطفي ما حبيتهاش. انا ما حبيتش ذا الطريقة، ما حبيتش كيما في المطبخ. حبيت غير انت تسكت. هي مازال ما قابتش. تحية لكل الناس اللي ينضموا لينا. بزاف ناس اكيد راهم حايرين واش يحضروا طبق الغداء. اذا كانت عندكم متواجدة المقادير، ما عليكم الا انكم تحطوها ضمن القائمة الخاصة باطباقكم لنهار اليوم. مقادير ايضا سهلة بسيطة تقدروا وظفوها في يومياتكم باش تعطيوا نظاره للوجه. هو الموضوع اللي اختارته لنا خبير التجميل كاهنه، طريقه تقشير الوجه، صح؟ نعم. صباح الخير. صباح الخير لطفي. صباح الخير كريم. نصبحوا بالخير ايضا على الموديل. اذا الموضوع هو تقشير البشره. اليوم جبت لكم غوماج، فوالا مقشر الوجه ناتشورال اللي نقدروا نستعملوه في البيت، وبزاف مليح للبشره، جميع عيوب البشره. على من يعتمد؟ يعتمد على لالوفيرا. ايه الصبار، فوالا اللي نعرفوها. الصبار هو مفيد بزاف للبشره. مفيد بزاف للبشره، مفيد ينحي الحبوب اللي عندهم لاكني، اللي عندهم لي سيكاتريس، حتى الحروق. الحروق، التجاعيد وسي، مام الهالات السوداء. المره اللي فاتت هضرنا على الهالات السوداء، مام الهالات السوداء ينحي جميع العيوب. مام اللي عندها بشره ولا الويفيرا المعلبه تنتبع باثمان باهظه. فري الويفيرا يعني، وتقدر حتى في المنزل تغرسها وتكون عندك حاجه. صح، صح. مليحه نغرسها في البيت باسكو علاش، مام بوغ لي زونفون كي ينحرقوا ولا حبه ولا فوالا ناموسه تقرصك ولا، الي تري افيكاس. وحنا مواد تجميل بزاف مخدومين بلالوفيرا، صح؟ سواء لي سيروم ولا جيل ولا مام لي جيل دوش بوغ لابو، مليحه للجميع. واش راح تضيفي له؟ حنضيف له القارص، لو غوماج تاعنا تاع اليوم. با هنايا جلي بريباري راهو واجد، نضيفوا له القارص، نديروا له زوج عصرات تاع القارص. دوك نوريكم لو بو تاع لالوفيرا كيفاش نديروها، ونزيدوا له السكر. اوكي. علاش نزيدوا له السكر؟ باش كي نقشروا باش ينحي لي كاع هذيك، باش يمد هذيك الحروشيه هذيك. يمد الحروشيه ويدخل كاع يتكفي في المسهم، يدخل في ليبو. ورايح ينحينا كاع لي زانبيغتي، ينحينا كاع كيما نقولوا الشوائب. الشوائب والجلد الميت، صافي لابو مورت. اوكي. فوالا. باسكو علاش توجور كيما دوك هاد اليامات راهم يقولوا لك المكياج ماهوش يشد لنا، الميك اب ماهوش يشد لنا، الفون دو تان عرقو، اللي عندها لابو غراس تقول لك ما نحملش الفون دو تان. لازم لك مقشر خطره في الاسبوع، لازم يفو، لازم ديري ان غوماج. واش نحتاجوا من نبته الصبار؟ بون نحتاجوا لو جيل تاعها. اوكي. دوك نوري لكم. بون هاي لك الصبار، انا نغسلها. ندور برك الكاميرا. فوالا. عند اسامه. اسامه هذه القشره، القشره تاعنا، البلونت تاعنا، نقولها النبته العجيبه اللي ميراكولوز، مليحه لكل حاجه، كل حاجه. دايوغ انا قبل ما نرقد نديرها في وجهي ونرقد. فوالا. عندها عبسه واحده انا اللي ما نبغيهاش في الشوك. شوك اللي فيها. لا مره مره مره. واش بدك تذوقها؟ مره. واش بدك تذوقها؟ لا لا هي مره. نبغي نذوق كلش. واش بدك تذوق؟ لا هي كاين اللي يديروها مع جي دورونج ويشربوها. وي هذه تتكلم مره يعني. تتكلم فيها بزاف فوائد الاخ لطفي، والله فيها فائده كبيره. وثاني لي جان لم يديروا الجل. جال شعرهم. وي هذه هايله مع الشعر، دير تخلطها مع الويل دو كوكو. اوكي. مع وشنو نحو لها لو جال هذا تاعها؟ بانيش اسامه اسكاوي يشوف فيا. هاي كيفاش قشرتها. تجي ماده لزجه. وي هذا هو لو جال اللي نسحقوه. اوكي. هذا هو اللي نستعملوه لكل حاجه. لابو، الشعر. قيتشها فيها كريم. حبت التهمها. هذا هو لو جيل اللي نسحقه. هذا هو لو جيل اللي نسحقه. والله كنت عارف غادي تقول لك. لطفي هكذا تقدر هكذا نابليكيوها سيغ لا. كيما راهي هكذا بلا ما نعصرها ولا بلا ما تزيدي لها والو. انا العام اللي فات كهيله. نعم. العام اللي فات يعني رحت في بدايه الصيف، رحت نعوم ولا يعني عندها عامين وتحرقت.
على بالك تحرقت درت لي بوماد ولكن ما نفعوش، ولكن هذه في يوم هكذا واحد ريحت والله غير عندها فوائد عجيبه كما قالت. كي جبت لي سوجي كريم انا ثاني ولادي كيروحوا يبرونزيو ثاني نديرها لهم. عندي واحد بلون شويه يتحرق لي. وعندك بنتك حلوشه. عندي بنتك حلوشه. ايوه صافي هذاك هكاك نديرها له هكذا بالقشره. دانيا 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 يسلمك بالقشره هكذا نحكم القشره. روحي نشوفك روحي روحي تعالي دانيا. دانيا هي بيضاء في هي بيضاء في الاساس ولكن الان هي دانيا ماشي بيضاء هي اليما سمراء 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 شويه وزادت زادت مع البرونزاج زادت خرجت بابا روحي عندنا روحي هي عند عمو لطفي هاي لك دانيا شوفي الكاميرا هذه يا دانيا بنت كاهينه ما شاء الله عليها ربي يحفظك خويا لطفي روحي اقعدي لهنا لو كوماج تاعنا قلت لك درنا لا لوفيرا مع لو سيترون عصرت لها نص حبه تاع القارص ودرت زوج مغارف كبر تاع دو كويغ سوب تاع السكر اوكي فوالا باش درت هذا المزيج هذا هذا هو لو كوماج تاعنا هذا هو القاشير اللي حنابليكيه لها الموديل تاعنا تاع اليوم. تنصحي به في الليل ولا واش من الفطره؟ ننصح به لو كوماج صباح. صباح يندار صباح لو كوماج لازم باسكو علاش لي بوغ تاعنا كاع يكونوا مفتوحين لابو تاعنا تكون بيان لو ماتا. انا ديجا في الصالون لي ماري تاوعي كيما لو نيتواج دو فون نقول لهم اروحوا لي صباح بكري هكذا وي وشنو هذيك لا جورني كيف ما تخرجش ما لازمش تاثر عليها درجه الحراره فوالا اشعه الشمس طلعي لي راسك فوالا نابليكي لو كوماج تاعي وشحال يقعد في الوجه قبل ما هو سي ان كوماج يفو كومي وشنو انا واش ندير نخليه ينشف شويه يعني ماشي ماسك ماشي قناع ماشي ماسك لا لا هذا ماشي قناع هذا الخدمه تاعو هكذا واش يتبعوا واش ديري موراه ديري ماسك هي دوك نقول لك واش ندير نديرو ماسك لازم مول كوماج توجور نديرو لازم ماسك توجور وراني نشوف الماء الورد الماء الورد جلي بريباري وحدي جوستومون دوك نهضر لهم على ماء ورد اللي نقدروا نديروه وحدنا في الدار نشرو الورد بيان سور لي فلوغ اللي نحبوهم نغليو الماء الماء تاعنا نغلوه بيان ومن بعد نحطو لي فلوغ تاعنا ونغطوهم بيان نغطوهم بيان نخلو حتى 10 مينوت جوسكا ان كاردور حتى نشوفو داك الورد يطلق بيان المكونات عندي بريباري هايل ويطلق الريحه تاعو ويطلق كاع الماده تاعو هو ياكل الصبار انا ماء الورد نديرو في القهوه واش نديرو مليح صح قطره في القهوه مليح ما زهر ولا ماء الورد ماء الورد مليح ثاني ماء الورد ومن بعد نصفيوها لطفي ايه كي كي يطلق هذاك الورد تاعنا نصفيوه بيان ومن بعد نابليكيوه في لابو تاعنا نقدر ندوشو به تقدر ما تشلل به ما مشارك ولا نزيدوه مع جل دوش ايتو فوالا يفو بيان غومي لو غوماج هذا داليا خساره ماكوش تقدروا تحسوا واش راني نحس باسكو السكر هذاك راهو يتفاعل مع فوالا ويتفاعل مع لابو تاعها واللي عندها لابو ديلاتي المتلوقه اللي عندها لي كيش يقولوا التجاعيد تجاعيد يشد البشره ديلاتي يشد البشره أوكي. ويغلق المسام ثاني المكونات الطبيعيه اللي عندهم لي ريد ديكسبريسيون فوالا كي نضحكوا ولا عندنا ديك تجاعيد ملامح الوجه فوالا كي نضحكوا ولا فوالا كريم لي ستوما تاعو راهي نجا ما فيهاش تجاعيد يعني انا لا لا لي ديبونس تاعو عندك لي ستوما ما فيهاش تجاعيد تاكل كلش تمسحي بالبونش نحب لي بونش مزتي الوالو الماء فيه الماء بالماء ورد ماء الورد ماء الورد ماء الورد مسحته لها بالماء الورد ماء الورد كيما الورده اللي قاعده معانا الله يسلمك فوالا توجور نمسحو للفوق وديما ميم كي نقوميو نقوميو للفوق اون موفمون سيركولار نطلعو للفوق الرقبة ديري فيها ولا ما ديريش فيها كاينة؟ اوكي دوكا انا راني وريت لكم برك يعني كاهينة انا بسقسيك في الصالون تاعك يوميا تستعملي هاد المكونات سا ديبون سا ديبون لي كليون تاوعنا كاين اللي يطلبوا الوصفة الطبيعية كاين بزاف اللي يطلبوا ناتشور سيرتو هاد لي ديرني طون عباك بزاف تقول لك باش تخدمي نقولها ندير لك هادي ندير لك هادي تقول لك عندي بروبليم تاع البشره انا على بالي واش راني حندير لها سا ديبون اللي عندها لي تاش بغيون اللي عندها كيما وحده اللي عندها لابو سونسيبل ايفيتي لو سيترون الا درتي ما ديريش سينو تهيج البشره فوالا تهيج البشره اوكي الا شفتي تهيج عندك هاوليك ديريكتومون نمسح لها عصير السيترون ثاني مليح فوالا دونك اوليو نروحو نديرو ان ماسك نديرو لا لوفيغا تاعنا هايليك لو جيل تاعنا ندوزها كاع على لابو تاعها
دو كي تنشف هي تحس وحدها لابو تاعها تحسها شغل كيما نقولوا تزيرت فوالا سي ان بوتوكس ناتشورال فوالا تحس البشره تاعها تزيرت ما تلقاها اون ميم طون دوس دوك نعطيك تمسها ها دوك نعطيك دير في يدك يعني مره لطفي غادي كي تاكل مرة. من بعد كي تاكل الشتاء غادي يجيك مره تسمى غير ما كنا تاكل الشتاء انا سبقتك على بالي بك تروح تديها وهي هذه الحاجه الوحيده اللي نقدروا نديروها في لو كونتور دي زيو شفت لو غوماج ولي ماسك جامي نطلعوها في لو كونتور دي زيو هذه الحاجه الوحيده اللي نقدروا نستعملوها في لو كونتور دي زيو ما تضرش كونتخيغ راح تداوينا راح تعطينا بزاف فوائد لو كونتور دي زيو ميم لي سيرن والهالات السوداء الهالات السوداء لي بتيت ريديول هذوك رقاق كل حاجه لي غيد اكسبرسيون مش عارف بشويش هكذا ونخلوه ينشف عادي بشرى تحس هي تحس هاك دير في يدك ومن بعد قولي واش تحس دير هكذا في يدك وخليها يعني هي صبرا انا موالف ندير المهم وفي ما استعملتوش مليحه بزاف لطفي كترطيب لترطيب البشره وغيره لا ما استعملتو خاصه للحروق وللجروحات هكذا بما انك تحب الاكل اليوم راك تستمتع وي انت كنت سقسيت وسالت على التحليه اذا كاين ولا ما كانش ناديه كانت ما دارتناش تحليه ان شاء الله يا ربي يحل ايامات كل متتبعينا وان شاء الله كل شخص صادف هذا اليوم عيد ميلاده نقولوا له عيد ميلاد سعيد هابي بيرثداي كهينا كل عام يا خير يلا جيبوا لنا تورته برك شباب تورته هذه المفاجأة ما تبعتونيش المفاجأة ها واحد ما تبعني في لا سيربريز نادية كانت متحمسة من بداية الحلقة ودوكا كي احتجناها ما لقيناهاش نادية وين لاطارت نظن أنا نروح نجيب لاطارت معليش كل عام وأنت بخير سنين دايما إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا ربي قد الصحة قد العمر إن شاء الله يا ربي بارك الله فيك إن شاء الله ما تشوفي شر في حياتك إن شاء الله يا ربي وندعو بالشفاء العاجل لكل مرضانا إن شاء الله يا رب يدوم كل أفراحنا والفرحة والسعادة تدخل بيوت الملايين من المشاهدين وكل الجزائريين اللي تابعوا في برنامجنا الصباحي هيا غني كريم هابي بيرثداي تو يو هابي بيرثداي والله غير لطفي شعلتوا ولا ما شعلتوش الشمعه لطفي تبان لي ما انوليو ولا شتلا هكذا ونادية ان شاء الله سنة حلوة سنة حلوة عيد ميلاد سعيد يعني هابي بيرثداي صح لك مع محرم كل عام وانت بألف ألف خير إن شاء الله يا رب سنين دائمة إن شاء الله يا رب في حياتك وفي حياة عيلتك إن شاء الله احنا بغينا نفرحوا شوية لطفي لأنه في ظل مالغري هذه الأوضاع وكاع نفرحوا شوية لازم لازم نبدلوا شوية الجو أنا عجبتني التورتة ما شاء الله يعني تتمشى بشخصيتك ميك أب مكياج ما شاء الله مش راك حاب تاكل بوش هذا بوشيت ولا بوش هذا كيما هو اذا بايز انيفرسير عيد ميلاد سعيد كل عام تيبقى بخير سنين دائما ان شاء الله يا رب قد صحة قد العمر مشاهدينا احنا رايحين على فاصل من بعد مباشره نستقبل ضيوف مميزين كمحطه فنيه نختم بها هذا اللقاء اهلا وسهلا بالجميع تفضلوا عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي وين دائما هذه الاغاني تعطينا حيوية ونفس صحيح في الحب الوطن وخاصة مع فضل هذه الاوضاع قال لي رانا نعيشوها والوضع اللي راهي تعيشوا البلاد حبينا مقبلين نبدلوا شوية لطفي نفرحوا شوية صح. يعني ومباشرة استقبلوا معنا مباشرة الفقرة تاع زميلنا كريم سمشان اللي هي بيزنس صباح الخير كريم ومرحبا بك اهلا كريم صباح النور صباح الخير كريم صباح الخير لطفي كل عام وانت بخير كل عام وانتم بخير انت عليك اليوم اول محرم نهنئكم بهذا ما على بالناش اول 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 هو اول محرم, محرم رسميا تمام من هو وجود فيه اليوم تمام الناس ما تخدمش اليوم مواقع التواصل الاجتماعي اليوم راح تعمل لنا حوصله وحوصل لكل ما يدور لكل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي البدايه راح تكون من سكان بلديه حيزر بولايه بويره يقومون بترميم واعاده تهيئه مركز صحي مهجور منذ سنوات كما نشوفوا في الصوره لطفي شباب تطوعوا مركز صحي عاودوا هيئوه صبغوه نظرا للنقص والاكتظاظ اللي تشاهدوا كل المستشفيات في الجزائر مبادره جميله جدا من شباب الجزائر حاجه شابه من شباب الجزائر ان شاء الله تتعمم ان شاء الله تتعمم فوالا ونشوفوا اماكن كما هذو يكونوا مهجورين ولا باش نستفيدوا منهم لما لا كما راهي كما قال لك لطفي الحاله اللي راهي في البلاد نروح الان الى مولوديه الجزائر
وتوندونس لو 7 اوت اللي لحقت العميد الانديه الجزائري اللي حق قرن 100 سنه فوالا باحتفاله ب 100 سنه جويز انيفرسير لفريق كل عام بألف ألف خيره لكل هذا النادي العريق اكزاكتومون العريق حتى انه زوجه السفير السابق الامريكي اللي كان في الجزائر تحب مولوديه الجزائر وحطت في وهنأت مولوديه الجزائر وحطت في بليكاسيون في الفيسبوك وهنأت فيها بالرغم من انها هي غادرت الجزائر ولكن غادرت منزلها حبها لمولوديه الجزائر ووفيه كمناصره ووفيه لفريق مولوديه الجزائر نقلوا فريق مولوديه الجزائر 1921 100 سنه فوالا 100 سنه على فريق عميد الانديه الجزائريه نهنئوا فريق المولدين زي. نروحوا الان لفيك نيوز لطفي شفنا صوره كثير جاءت في مواقع التواصل الاجتماعي وهي لصوره لمصور كان يبكي وغير عندما كتبوا الصوره حطوا الصوره تاع المصور هذا وقالوا بلي انه كان يبكي لسبب مغادره ميسي فريق برشلونه حطوا يعني الصوره كان يبكي على الفوتوغرافي على لاباري تاعو كان يبكي هكذا لكن الصوره هي ليست من مؤتمر صحفي اللي قامه ميسي في الكومب نو الصوره هي في مصر والمصور هو عراقي محمد غزاوي في كأس آسيا 2019 بكى بعد إقصاء منتخب بلاد العراق في الثمن النهائي أمام قطر هو كان يبكي لسبب إقصاء الفريق تاعو ما كانش يبكي لغادرة ميسي نروح الآن إلى صورة ثانية اللي قالوا صورة نادرة وهي ظواهر طبيعية على كوكب الأرض ظاهرة شلال الرمال في صحراء الجزائر هي شفنا بالك صورة تاع الرمال يتصب شغل شلال إيه؟ يعني من الجبل فهذه الصورة ماشي في الجزائر اوكي فوالا هي ليست من الجزائر صورة من موريتانيا في سنة 2019 وخد الصورة اللي خد الصورة هو إسباني مصور إسباني في 2017 وليست من الجزائر فوالا نروحوا ثاني الباخرة بجي مختار اللي بالك سمعتوا بلي قدوم الباخرة بجي مختار ثلاثة باخرة جديدة فوالا باخرة جديدة كان من الصور اللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي انه هذه هي الباخرة لكن الصورة كان هذه الصورة اللي نشوفوا فيها ليست هي بجي باخرة أخرى باخرة أخرى فوالا وهذه الباخرة في اليابان في ميناء اليابان في سنة 2019 وليست في الجزائر وليست بجي مختار ثلاثة نروح الان نتكلموا على نخرجوا من فيك نيوز نتكلموا على مادام تكلمنا على المصور نتكلموا على ميسي اللي راهو توندونس واسم ميسي اللي راهو توندونس في العالم اسمه يعني راهو في كل مواقع التواصل الاجتماعي راهو يجول في كل مواقع بسبب مغادرته نادي برشلونه بلاك نشوفوا دوك اللاعبين حتى يعني الصفحه تاع باريس سان جيرمان فريق باريس سان جيرمان زادت اكزاكتومون في فرنسا راح يطوروا الصفحه تاع باريس سان جيرمان زادت بمليون يعني مليون متابع في 12 ساعه بلاك نشوفوا هذو غير اشاعات انه اشاعات انه راح يصير راح يروح اكزاكتومون حتى البارح في فرنسا يعني كل الباريسيين راحوا المطار كانوا يستناو في الايروبور حال الطوارئ في باريس البارح في الملعب لكن حتى شيء ما رسمي حتى شيء ما رسمي انه راح ينضم لهم اكزاكتومون حتى اليوم صباح خرجوا اخبار بلي انه ميسي في ايبيزا وبالك راح يعاود يولي لفريق برشلونه عاود لحقوا عرض لفريق ميسي من غير برشلونه انا نحب برشلونه انا نتمناه يرجع برشلونه يعاود يرجع لبرشلونه هو صح دار هي كانت صحف اسبانيا عاودت كلمته حتى صحفيين موثوقين من اسبانيا قالوا بلي انه ميسي ذهب لايبيزا لملاقاة رئيس برشلونة بالك هي يعني خطة من رئيس برشلونة باش يعاود يعني يدير الضغط على رئيس لاليغا باش يرجعوا اكزاكتومون باش يدير رئيس لاليغا باش يدير عليه الضغط باش يعاود يسني على الرواتب اللي عنده نروح الان الى خبر اخر تطبيق فيسبوك وانستغرام سيكشفون على حسابات الاطفال الذي يبلغ عمرهم اقل من 13 سنة نشوفوا هذه يا بالك داروها شويه روطار لا هي كانت كاينه في القانون الداخلي تاع الانستغرام والفيسبوك انه لما يكون طفل اقل من 13 عام ما يقدرش هو يسير الانستغرام تاعو لكن لازم يكون مسير من طرف الاولياء دونك جو بونس هذه حاجه مليحه باش ما يكونش كاين هذاك ما قريت روطار مي حاجه مليحه باش مام دراري ما يولوش يدخلوا لي ريزو سوسيو بالك انسان طفل ما تعداش 13 سنه يولي يدخل مواقع التواصل الاجتماعي وهي كبير عليه صح احنا سورتو الاولياء لا لطفي سورتو الاولياء في انتظار انها تعمم على التيك توك وعلى باقي خاصه تيك توك نعم تيك توك اللي صار كثير وكثير خاصة في الجزائر خاصة في الجزائر فوالا نروحوا بالك شكون انتم الفكاهي اللي عبر التاريخ اللي ضحككم كاع عبر التاريخ لا لا بيني واحد اللي ضحككم مستر بين داكور وانت كريم شارلو
فوالا احنا بالك شارلو يهدر شارلو لا لا ساكت صامت صامت مستر بين ايضا فوالا صامت فوالا وخابيلان صامت وحقق 100 مليون متابع له على خابيلان خابيلان الايطالي ليدر لفيديوهات يعني يعطي الحلول اللي راهي سهله يعني يعطي حلول بالك تلاقيت بفيديو تاعو لوتي اكيد اللي يعطي الحلول للطريقه اليابانيه طريقه بسيطه يعني هو داير شحال 100 مليون متابع بدون بدون كلمه ما ينطقولها حتى يعني كثر من صحافة الصحف العالميه تكلمت انه بالك الانسان يحب انسان اللي ما يتكلمش هو اللي يضحكوا يعني صح. الانسان اللي ما يتكلمش هو اللي يضحك وتدي من عنده المعلومه ما يكونش فيه ملل بلا انا نقول له انا نقول له اتونسيون تنطق تنطق قال لك يعني الثروه تاع بيل جيتس لحقت 356 يحتاج بيل جيتس 356 عام لانفاق ثروته بالكامل وذلك بمعدل انفاق مليون دولار في يوم واحد شحال شحال تحقق انت كاري الله تحققوا باش تصرفوا الثروه تاعكم عطينا نص الثوره تاع الثروه كاري في ثانيه يقبل عليها يعطيك الصحه كاري كان اخر خبر كان اخر خبر شكرا لك نورتنا بحضورك اطلالتك محطه ميمولي راح تكون فنيه بامتياز نختموا من خلالها هذا اليوم ببرنامج صباح الشروقه راح نتعرفوا على ضيفنا من خلال هذا الكوفر اللي راح نستمتعوا به مع بعض يلا تفضلوا صوت قوة صوت ما شاء الله مساحة صوت رهيبة الله يبارك أكرم ربي يحفظك مش هذا الصوت والله يبارك عليك نورتنا بحضورك الله الحمد لله مرحبا بك صباح الخير أكون ملاح خويا لطفي خويا كريم أنا ملاح كنت معنا صوت كنت بنوي لنا ملاح ربي يحفظك خويا العزيز شرفني الحضور معكم اليوم احنا اللي تشرفنا بحضورك وشرفنا أيضا إسلام راح يرافقك بآلة الجيتار مرحبا بك إسلام مرحبا بك خويا شكرا على حسن الاستضافة ورانا هنا ان شاء الله تسمعوا حاجه ان شاء الله راكم معنا في اول محرم نورتونا انتم اولاد تيبازا صح اكرم نسكنوا في تيبازا سمعنا هذه الاغنيه اعاده الكوفر كوفر الحسني الحسني الله يرحمه ربي يرحمه اكيد انه بزاف ناس لاول مره يتعرفوا عليك صح؟ كاين انت بدايتك مع الكوفر واعاده اغاني بداية تاعي كانت باش تعاود الاغاني علاه ما كانش عباد يقدروا يعاونوك في الكتاب فهمني باش تكتب اغنيه تاعك تكون تاعك باش واحد يدير لك موسيقى باش تقدر تغني عليها تجيك واعره بزاف سما حبيت نبداها بلي كوفر باش نوصل الصوت تاعي لعباد باش نكسب عباد بزاف متابعين اكيد حتى بزاف فنانين شفناهم بداوا بلي كوفر ونجحوا نجاح كبير اللي راهم الان في الساحه يعني وكاين الفنانين اللي عندهم اسم وعاودوا اغاني كوفر فنانين واحد اخرين يعني مش عيب لكن ما شاء الله عليك عندك صوت ربي يحفظك يا ربي يحفظك بدايتك مع الكوفر اول سنه بديت فيها وقتاش؟ بديت شوف انا الغناء بديته بالراب نشبهها كنت صغير بديتها بالراب والموسيقى بديت نطور فيها كاين عباد قالوا لي بلي عندك لافوا تاعك لازم تميل للراي فهمني عندك لافوا تاعك تميل للراي رحت للسونتيمونتال رحت للسونتيمونتال ديالك وبديت نغني نشبهها في ليزيفينمون في ليزيكولا كنت نقرا كنت صغير وعليها طورت الحاله وقيلا نشبهها 2012 هذاك هو النهار الاول تاعي اللي غنيت ايفينمون تاعي شكون الفنانين اللي متاثر بهم؟ كما نقول لك كادير جابوني امين بابيلون كادير جابوني ايه امين بابيلون حسني مامي سيرتو ولاد القديم كيما يقول لك الغناء خلاص يعني نسيت الراب نسيت الراب خلاص اوبليجي والراب شكون اللي تسمعهم؟ الراب عندك فلان عندك زادكا كاين مغنيين يلحقوا الميساج هذاك بدايتك كانت مع الراب بصح ما كانش عندك جمهور ولا كان عندك جمهور يسمعوك؟ ما كانش عندي جمهور في البدايه تاعي في الراب ما كانش عندي جمهور وين كنت تغني؟ كنت نغني في تيبازا كنت مع اصحابي غير مع اصحابي كنت مع اصحابي هكا نغني هكا نطلقوا من داك لي زانستوري نحبوا نسيو نغنوا نسيو نديروا لي بارول المهم كاين بزاف فنانين بداو هكا ومازال شغل ما بانوش راك فاهمني اكيد جوستومون كي نقولوا سونتيمونتال ونقولوا الاخر لازم تكون كاين الجيتارة اوبليجي اسلام واسلام كيفاه واش اللي يجمعكم مع اسلام؟ احنا تما كنسمعوا زعما اغنيه وين تلاقيتوا قبل؟ تعرفوا من قبل ولاد حومه وحده اوكي ولاد حومه وحده كبرنا كيف كيف على كل واحد بانوا خاوه تشابهوا تتشابهوا صح كاع قالوا هلا ماشي غير انتوما ايه تما حنا ولاد حومه وحده انا كيما انا عندي تما خويا كبير يكسر قيطارة مش فاهم 2014 ديجا كي خرجت الاغنيه تاع الزينه تاع بابيلون تما هذيك الاغنيه قاسني بزاف عجبتني فما كامل الناس حبوا يتعلموا القيطار لا قيطار تما كاين بزاف عباد دوك نشوف شغل عباد يجوا عندي يقول لي علمني قيطار غير على جايك اغنيه العفسه الاولى اللي يقولها لك يقول لك علمني تاع الزينه انا من هذاك النهار تما ولت بلي باش نتعلمها ودرتها في راسي وطورنا في برافو برافو ولينا كي زعما نسمعوا اغنيه تاع شاب حسني ولا قديمه نحبوا نعاودوها بالستيل تاعنا سيتو تكون نخليو لها اللمسه تاعنا حنا
برافو، هذا هو الشيء اللي يخلق التميز. ما حاولش انك تقرب اكرم من كتاب كلمات ملحنين ولا فنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش يوجدوا؟ هي دوك نقول لك عفسه، انا نكتب ايه فهمني، نكتب والكتيبه واعره دوك باش نلقى كاتب. كاين بزاف عباد ندوك فهمني نكتبوا لك ندوك طونجيستري بروموولي بزاف عباد واو سقسي من الفرحه ونفرح ومن ما دام كان والو الوي تليفون طافي فهمني شكي كاين بزاف. لا ان شاء الله يا رب يكون واحد من المنتجين يتابع في برنامجنا ويتبنى هذه الموهبه الفنيه. ما شاء الله عليك عندك صوت واكيد راح يوافقوني راي كل اهل الاختصاص. واش راح تسمعونا الان؟ اغنيه تاع ولاد الحلال اللي غناها الكرد عبد الله الكرد، تحيه ليه. من اللي رحتي يا يلا يلا يا من اللي رحتي يا ما فاتوا عليا محاين كبار رقدي هانية يا ما يا ولدك ولد حلال وصباه. من اللي رحتي يا ما فاتوا عليا محاين كبار رقدي هانية يا ما يا ولدك ولد حلال وصبار. وما تخافيش عليا يا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار كيما وصيتيني يا ما نتهلا في خاوتي صغار. ما تخافيش عليا يا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار كيما وصيتيني يا ما نتهلا في خاوتي صغار. عايشين فيها من اللي رحتي شعلت عذبنا يا ما كل راح وحده في جهة خليتيني بلا بيك عايش في ظلمة ناس تلغولي باليتيم عايش مبون بهاد الكلمة. من اللي رحتي يا ما فاتوا عليا محاين كبار رقدي هانية يا ما ولدك ولد حلال وصبار. واو برافو برافو برافو. يعني صار انه هذا الصوت ما يلقاش مكان وين يعبر على موهبته الله يبارك عليه. نتمنوا انه كل المعنيين بالشان الفني انهم تابعوا هذا المواهب والقدرات وان شاء الله يكونوا فيه منتجين اللي يتبنوا هذا الصوت. ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما شاركتش في مسابقات؟ مازال ما شاركتش مسابقة صح نسيب باش نشارك. المسابقة الأولى اللي ديروها راح نصدم منها. كانت كاينة مسابقة كانت كاينة مسابقة في قناة الشروق ولكن معليش مازال كاين أعوام مازال كاين بزاف شوية كاينين بزاف هكا مسابقات سيت نبعث لهم الغناء تاعي وكاع ما يريبونديوش فهمني. كاين على لي ميساج بزاف من ذاك بعثهم لي ميساج بزاف شغل ما يلحقهمش واش بعث لهم أنت. لكن اليوم راهو الميساج تاعك الحق وأكيد إن شاء الله إن شاء الله خويا لطفي والملايين المشاهدين شافوك ورايحين ينضموا لصفحتك واسمع على اليوتيوب ولا انستغرام؟ انستغرام أكرم أوفيسيال وتحط فيها كل تحط فيها لي كوفر تاوعي لي كوفر تاوعي ويتفاعلوا معك المتبعين؟ شوية شوية لي فيو تبعي وصلوا لي 2K يحبسوا 2K ما كانش 2K ان سي فيتا معليش يا بالعمل دائما حبة توصل ان شاء الله وربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله خويا كريم. وراك تخمم لما نساو رانا نتعلموا حاجة ما راح تجي تما اكيد اكيد صح درجة بدرجة وان شاء الله.
والموسيقى شكون اللي يستهويك في الموسيقى؟ آلة العزف على الجيتار. كاين فنانين تبعهم كيما اكرم او ذكرنا اسامي الفنانين اللي خلاوه يحب السونتيمونتال ويحب هذا النوع من الاغاني. بس نسيت على بالك. بو ما سمعش انا تفضل. وعنده اخوهم اثر فيه. كاين محمد روان الفنان الجزائري اللي معروف بالعزف نتاعو. محمد روان. عازف كبير وملحن وموزع موسيقي. صح. خاص تشوف لازم تتبعوا. معزوفات بزاف رائعه. نسيت تسمع انا كي نسمعك اغنيه تعجبني ولا نحب نعاودها. هذا ما كان. وما تقراش سولفيج يعني تسمع برك عندك الاذن الموسيقيه. لا ما قريتش سولفيج. تسمعها تحفظها. اخلط في هذه هي النقطه اللي حبيت نروح لها. ها كرم. حنا الموسيقى تعلمناها وحدنا فهمني ما كانش دي كونسيرفاتوار اللي حبوه دوكا كاين اللي يعلموا اندلس فهمني تروح تعلم جيتاره كاين اللي يعلمك تعلم سنتي كاين اللي يعلمك سنتي كاين كلش بصح لو شون باش تروح تغني باش تروح تغني ما كانش واحد يعلمك دوكا انا نقول عندي لافوا خصني ليكسبيريونس خصني مقامات تتعلم بزاف سوالا نتعلم ما كانش وين واحد يعلمك. كاين مركب ثقافي في شنوا بلاج شنوا تي بازا يديروا ديزاسريمون فهمني جيتارة فيولون ما كانش صح هي اكيد في باش يعلمك الشون ولا طريقة الغناء والمقامات كاين غير في الاندلسي وفي الاندلسي انا باش تروح في الاندلسي شنو تعب تقرا من الزيرو فهمني تعب تولي من الزيرو كيما دوكا الاسلام يلعب جيتارة يعرف لي زاكورد يعرف صافي سوفاج ماشي قاري عليها بصح الموهبه لازم 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 تدعمها بالقرايه تدعمها بال اوبليجي شنو هي باش تقراني حب يكونوا كاينين معاهد باش يوقفوا معناك فهمني كاين بزاف فنانين وراهم حابين ان شاء الله واش من الكوفر جديد راكم توجدوا فيه؟ شوف انا في اسلام غايشوف لنا غايشوف الرشطه هو شوف الرشطه لطفي توشى الصبار يده راه يمر ما يقدرش ياكل معنا للاسف شكون قال هكذا اكري جي من الفرشيط على رشطه ياكلوها بيديهم معليش رايحين ياكلوا معنا قلت لكم واش بالك راكم توجدوا في كوفر جديد ولا اغنيه هي لي كوفر كاينين شنو هي دوك راني راح ندير غنى تاعي ان شاء الله راني موجد غنى تاعي انا كتبته انا درت لك كلش واللحن شكون اللي لحن اللحن نطلع من اليوتيوب شغل ما كاش واحد اللي يعطيك فهمني لي زانسوري نجيبهم من اليوتيوب نجيبهم نخرجهم مع الستيل تاعي داكور فهمني راح نخرج الستيل ان شاء الله صح بوكو بليس في اليوتيوب نصيبوا لي زانسوري تاع الراب يعني قليل وين تصيب الراب تقدر تغني راي فهمني كاين وين تقدر تغني هذه تجربه خاصني نسمح لا ان شاء الله لازم دوكا كيما انا كيما انا الاخ كريم خويا دوكا انا الغنى ماشي قاري عليه ما نحبش نتعمق ما ندير شي حاصل نقول لك دوكا انا تعبت هذه العشاء دوكا الموسيقى كي نشوف انسان نقدر نطيح معاه نقدر نغني معاه نقارديه ماشي زعما كيما نقولوا بلوراي وين تسجل كاين استوديو تسجل فيه كاين ولا كاين الاستوديو اللي يامنوني اللي يامنوا فيا وكيما نقولوا كل ما نخلص ما يشدوش راك فاهمني يحبوا شغل بوسيوك ما قريتو كيما نقولوا نقدر نذكرهم كاين ال برود كاين خيمه برود كاين كيما نقولوا بزاف عباد دعموني كيما صحابي ديجا كاين اللي خاطيهم غنى يجوا عندي اكرم هاك اكرم روح دير هاد العفسه اكرم بارطاجي ولك اكرم لا تستاهل يا اكرم ان شاء الله نوصلوا ولا ان شاء الله نوصلوا هذا مش نتمنى ما شاء الله عليك ربي يحفظك خويا بقات دقيقه برك نختموا من خلال حلقه اليوم واش هو الميساج اللي حابين توصلوه للشباب اللي مشاهدوا فينا شباب اليوم يشاهدوا فينا نقول لهم ما تكرهوش حبه وصابرين احنا شباب كاع راه صابرينك فهمني الحاله اللي تدور في الجزائر كيما مع الكورونا ربي يكون معنا ان شاء الله وهذه من حاله الكورونا لا يدور فهمني ان شاء الله ربي نقول لهم عفسه هذا ما كان برك شغل غير هذاك الفيديو يلقى باش يقتلو يدير حاجه يقتل بها يوكيبي روحه هذاك الفيديو هذه احسن نصيحه هذا الفيديو هذاك اللي راح يديك ما يضيعوش وقت ماشي شابه صح دير حاجه في المهم اللي رانا فيه كورونا مادا تيزي وزوج تشوفها تحرقات ما تقول لك مادا الاكسجين ناقص مادا الماء يقطعوه خلاص راسك ياك فهمني احنا راح نخليكم هنا انا وكريم احنا نضموا على السريع نشوفوا ناديه برك التحضيرات الاخيره ونشوفوا طبق التقديم وانتم راح يطلع جينيريك البرنامج بصوتكم خموا لنا في اغنيه نختموا بها حلقه اليوم اوكي يعطيكم الصحه اللي جيتونا نورتونا اكرم واسلام يعطيكم الصحه شكرا يلا كريم تفضل زعما انا شمو في مشاهدينا لحقنا لختام حلقه اليوم تحياتنا تحيه المخرج محمد لامين جنادي المايسترو اللي رافقنا في الاخراج تحيه كل الفريق التقني وفريق الاعداد وناديه معنا باش نختموا حلقه اليوم ونشوفوا الطبق في نهايته برافو عليك
شكرا. يعني ناديه جامي في حياتي شتري شتاب بهذه الطريقه. ما شاء الله ما شاء الله. كنت حابه اكثر الوقت ما كفاني. ما شاء الله ما شاء الله. انا درتي مبدعه مبدعه. شكرا. هذا راه يشبه الرفيس. ماشي يشبه الرفيس الرفيس. كاين تحليه علاش قلتي لا ما كانش؟ جبته انا. كريم. انا قلت لها ما تقوليش لطفي باش ناكلوا واحد. وعلين. درت فعلا. انت حضرتي هذا. جيد. وما درتو لا مول درتو بخيستيج لا والو. حبيت نخليه تقليدي في تقليدي. يعطيك الصحه ناديه. شكرا لك نورتينا. وهذه التورته راح تنضم لينا بعد قليل كهنه باش نقسموها ان شاء الله يا ربي يحلي كل يماتكم. نخليو اكرم واسلام يمتعونا بهذا النغم ونقول لكم بقوا على خير نلتقي غدا بحول الله. سلام سلام ان شاء الله. ويا لمي ما نوصيك وصايا واذا موت حتى انا يا امي ما يا نوصيك وصايا واذا موت حتى انا يا ويلي ويلي ويل فات زماني ويلي ويل وحش الغربة رماني شنو برماني يا الجبال مقابل الجبال هراسي واشهد الحال سمعوا يا ناس وما دايم حال عصافوق الراس كيف كل باس لهموم كتيرة على جال المال وهراسي وشاد الحال ويلي ويلي ويل فات زماني ويلي ويل وعش الغربة رماني زماني ويلي ويل وحش الغربة رماني يا طيارة طارت علات دموع العين وش حال بكات شنو غربان ماني.